راح ينطلق ثمر الماراثون، يعني أجواء دائما الماراثونات اليوم مهم كثير، أطباء مشاركين عدة، شخصيات رسمية ومجتمع أهلي كافة المشاركات اليوم بهذا الماراثون. وعن جد يمكن اليوم للصحة ماراثون طبعا بخص وزارة الصحة وبرعاية كريمة من وزارة الصحة. ما بعرف إذا ليا يسعد صباحك اليوم مجتمعين لحتى نكون معكم ضمن ماراثون نحو مجتمع صحي أفضل وأسبوع كامل بلا السكر. رح نحكي أكثر عن الموضوع، تحدي أسبوع كامل بلا سكر مع الدكتور جمال. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. أنا الدكتور جمال خميس، مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نحكي اليوم عن فكرة هالماراثون واليوم السكر قد إيه عن جد هو سم مؤذي لكل جسم. يسلم هالدرة، حضرتك عم تفضلي انه هو سم. نحن هاي البادرة اجت بخططنا السنوية الموجودة، وكان هو هذا اليوم بوجودنا كمشاركين. لاحظي حضرتك المشاركين من كافة شرائح المجتمع، حتى الاطفال عم يشاركونا اليوم هذا البادرة اللي تعطي التثقيف والتوعية لمجتمعنا بمحاولة تنشيطه ومحاولة التخفيف والترشيد من اخذ السكر الابيض حتى يعطينا صحة جيدة ونكون دائما في أمان. لأنه حاضر لاحظي حضرتك الناس اليوم جاية حتى تأخذ هذه البادرة وتتحدى لمدة أسبوع بدون سكر، حتى نستطيع أن نكون لدينا إرادة وأن يكون لدينا صحة جيدة بهذه البادرة. شكرا كثير لك دكتور. شكرا. هلا نحن بس رح نحكي عن الماراثون اكثر، نحن رح ننطلق هلا يعني دقائق ونحن رح نمشي مشي ودراجات، وطبعا عم يشاركونا رياضيين، عم يشاركونا فنانين، عم يشاركونا شباب، عم يشاركونا اطباء، عم يشاركونا مسنين، مرضى مزمنين، اطفال. يعني الحمد لله اليوم هذه البادره اعطت نتائج ايجابيه بمشاركه هذا الحشد الكبير واللي شايفينه حضراتكم. نعم. شكرا كثير لك دكتور جمال. شكرا كثير. شكرا، يعطيك العافيه. كمان خليني اخذ بعض المشاركين. مرحبا، اهلا، صباح الخير. صباح الخير. احكي لنا اليوم عن مشاركتك بالماراثون. هذا ليش شاركتي؟ اوكي، هذا الماراثون صار كرمال سياده السيد الرئيس ومدامته مشان يشفوا من الكورونا، وكلياتنا نحن رح نكون ايد واحده كرماله وكرمال الوطن وكرمال سيادته وكرمال نصير ايد واحده دائما ونحافظ على حالنا ونهتم بحالنا اكثر ونبعد عن الازمه. وهذا الماراثون صار كرمال انه نمشي ونورجي العالم انه نحن هلا عايشين ضمن الازمه رغم انه في كورونا يعني. شكرا كثير لك. كمان ليش مشارك؟ يعطيك العافية. أنا وزملائي من مدرسة التمريض، نحن كل سنة بنشارك بهذه الفعالية بسباق الماراثون مثل مشي الماراثون. أنا وزملائي بنجي وبنقول للعالم شو ضرائب مضار السكر وكل شيء بيضر بالسكر وشو فوائده للسكر، ولازم نحن هذا السكر ما نخليه يضل بجسمنا. في أساليب لحرق هذا السكر، ومن هاي الأساليب هي المشي مثل هذا الفعالية، هذا الماراثون. شكرا كثير لك. طبعا مثل ما شايفين مشاهدينا يعني الناس مستعدين، وقسم كبير من الدكاترة ومن أيضا الشباب والجمعيات الأهلية يلي المشاركة بالماراثون. مرحبا. هلا، احكي لنا اليوم عن مشاركتك بالماراثون. ايه أهمية اليوم انه نحن نوعي الناس انه نضل على القليلة اسبوع بلا سكر؟ هلا معروف السكر والملح ان الابيضين المضرين بالنسبة للبني آدم الإنسان. فهي مبادرة كتير حلوة انه عن جد نحاول نعتني شوي بصحتنا بظل هاي الظروف اللي عم تمر فيها البلد. شكرا كتير لك. مثل ما شايفين هلا الدراجات يعني وايضا المشي على الاقدام. بدا الماراثون من عند وزاره الصحه في دمشق متجهين لايصال الرساله وهي معا لنكون اسبوع كامل بلا سكر. يعني مثل ما متابعين يوجد عدد من الاطباء وايضا عدد من الرياضيين والمجتمعات الاهليه المشاركه ايضا ومن الطلاب مثل ما شفنا من شوية طلاب التمريض وطلاب الجامعة أيضا. خلينا شوي نروح عند الشباب. مرحبا، أهلا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. أنتم مين؟
نحن منظمة رابط المهاجرين، شبيه رابط المهاجرين. نعم، احكوا لنا اليوم عن مشاركتكم. نحن والله جايين مسير وراء الرفاق هون الدراجات. قديش اليوم مهم انه نضل اسبوع كامل بلا؟ والله مهم، يعني مهم للعالم. انا ايه عنزين؟ يعني مو اسبوع كامل الحقيقه، يعني 3 ايام او هيك. واحسنت؟ ايه احسنت الحمد لله. هات 6 اشهر ما ما باكل سكر. شو اثر عليك بالسلب؟ مشان انا مشان النادي بس. واستفدت؟ ضايقت انك ضليت بلا سكر؟ لا ما ضايقت، بالعكس بتصير نضاره بالوش بيقولوا هيك. انا بس سمعت انه نصائح وكذا بس بطلت السكر. وضليت 6 شهور وبعدك مستمر لهلا. نعم. ولكل حدا يمكن بيعاني من امراض عديده لازم يوقف السكر، شو بتقول له اليوم ضمن مشاركتك بالماراثون؟ اجبار لازم توقف السكر اذا كنت عم تلعب رياضه، واذا ما كنت عم تلعب رياضه. نعم. شكرا كثير لك اليوم، احكوا لنا عن مشاركتكم نحو مجتمع صحي. اليوم نحن بنشارك بالماراثون مشان الصحه، مشان نمشي يعني نوعي العالم للسكر، يوقفوا السكر. مزبوط. نعم. صبايا صباح الخير. صباح النور. احكوا لنا اليوم عن مشاركتكم بالماراثون، قديش مهم الواحد يوقف سكر؟ مهم كثير، وكمان هو كثير انه بيعطي انه فائده كمان للجسم، ونحن بنتمنى انه الخير للكل، وبنحب انه تكون مشاركتنا كثير يعني منيحه معهم. شكرا كثير. كمان احكي لنا اليوم عن مشاركتك. هلا ونحن لازم اجباري نوقف كلنا مع بعض مشان هالعالم كلياتها اللي معها سكر وندعمهم، واذا نحن ما دعمناهم مين حيدعمهم؟ يعني لازم كل هالشباب تدعمهم حتى يستفادوا. نعم، شكرا كثير لكم صبايا. نحن رح ننتقل معكم مشاهدينا الى الصوره. بدا التجمع، بدي ارجع اذكر ضمن الماراثون يلي رح ينطلق من امام وزاره الصحه في دمشق، منطلقين بفئات كثيره من المجتمع، من اطباء ومن رياضيين ومن طلاب ايضا مشاركين وجمعيات اهليه ايضا. صبايا خليني ضل مع الصوره وارجع لعندكم، وبرساله قادمه رح نشوف وين بنكون وصلنا ضمن الماراثون. ما بتعرف صبايا عم تسمعوني؟ شكرا لك زميلتنا ليا نحاس يلي كنت مرافقتينا ضمن هالماراثون اليوم.